رفع سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية رفع أسمى آيات الشكر وعظيم الامتنان إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بمناسبة تفضل جلالته بإصدار قانون الاحتراف الرياضي. وأكد سموه أن صدور قانون الاحتراف الرياضي ما هو إلا امتداد للرعاية والدعم التي تحظى به الرياضة والرياضيون بالمملكة من لدن سيد الوالد عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والتي ساهمت في قطف ثمار النجاح وتحقيق الإنجازات في مختلف الألعاب الرياضية، مضيفا سموه أن هذا القانون سيساهم في إحداث نقلة نوعية في الرياضة البحرينية، وسيرفع من مستوياتها على الشكل الذي يدفع بالرياضي البحريني أن يقدم الأفضل لإحراز مزيد من النتائج المشرفة في المشاركات القادمة والتي تضاف لسجل للرياضة بالمملكة. وثمن سموه الجهود المميزة التي يبذلها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لدعم القطاع الرياضي، وذلك من خلال المشاريع التنموية التي تنفذها الحكومة الموقرة برئاسة سموه، والتي ساهمت في تهيئة البنى التحتية بالصورة التي تخدم مواصلة العمل على تطوير هذا القطاع الحيوي، مشيدا سموه بالدور الكبير لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة من خلال الاستراتيجيات التطويرية التي رسمها سموه، والتي دفعت الألعاب الرياضية لتحقيق المزيد من النجاحات. وقال سموه: نقدر جهود رئيس وأعضاء مجلسي النواب والشورى من خلال المساهمة لإقرار قانون الاحتراف الرياضي، والذي يشكل بوابة التحول الرياضي للرياضيين البحرينيين والانتقال من مرحلة الهواء إلى مرحلة الاحتراف، والذي سيساهم في ارتقاء المنظومة الرياضية وسيساهم أيضا في صناعة قفزات كبيرة بالرياضة.